بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. حقيقة احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت ودخلنا أول ليلة في بيت حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، وعشنا أجمل ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الليلة ما كملتش، كنا محتاجين نكمل الليلة الجميلة ديت، فهنكملها الليلة دي إن شاء الله، وربنا يجمعنا مع الخير دائما. لكن السؤال اللي عايز اسأله اول كل حلقة، بالله عليك احنا نستحق نخش بيت النبي؟ عملنا ايه عشان نستحق ان النبي يستضيفنا ببيته، ان احنا نخش ونقضي ليلة ببيت حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم؟ دي مسألة مهمة قوي، لكن السؤال المهم اللي ثابت معانا في كل الحلقات ان شاء الله، ان انا عايز اسأل اخويا وحبيبي واسأل اخت الفاضلة، اقول بالله عليك لو قابلت النبي، لو انت جاي معانا الليلة دي رايح تقضي ليلة في بيت النبي، ايه الهدية اللي ناوي تقدمها للنبي عليه السلام؟ كل ده هنعرفه من خلال اس ام اس هتبعته وتقول لي انا ناوي اقدم كذا. والحقيقة جاتني اس ام اس في الاسبوع اللي فات، بسم الله ما شاء الله، بشريات جميلة، اسأل الله عز وجل ان يجعلها في موازين حسناتكم اجمعين، وهدعي لهم الليلة دي ان شاء الله ان ربنا يرزقنا واياهم ويجمعنا واياهم في الفردوس الاعلى، واياكم ايضا ان شاء الله ربنا يبارك فيكم جميعا. حقيقة بشريات جميلة جدا جات لي الفترة اللي فاتت ديت، وانا مستني الاس ام اس بتاعكم ان شاء الله طول الاسبوع بنستقبلها ان شاء الله، والمكالمات التليفونية هتبقى في الفاصل الثالث ان شاء الله في هذه الحلقة. اسأل الله عز وجل ان يجمعنا في الدنيا على طاعته، وان يجمعنا في الاخرة مع سيد الدعاء وامام النبيين حبيبنا صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، انه ولي ذلك والقادر عليه. اول ليلة قضيناها الليلة اللي فاتت في يوم الثلاث اللي فات، يعني قضينا اول ليلة في بيت النبي، بس ما لحقناش نسمع الحديث كله اللي دار بين امنا عائشه وبين النبي. وسالتك ساعتها سؤال لو تفتكر حضرتك، قلت لك كم مره في حياتك فكرت تقعد مع زوجتك وتسمعها؟ نفسي كل واحد يقعد مع زوجته يسمعها ولو ربع ساعه كل اسبوع، ولو حتى مش عارف اقول لك ايه، يعني ما فيش اقل من كده. اقعد اسمعها، قول لها نفسك تقول ايه، نفسك تتكلمي معايا في ايه، والله العظيم هتفرق معاكوا كتير جدا، هتحس ان انت مهتم بيها، ان هي ليها كيان وليها مكان في قلبك، ما هيش مجرد بس زوجه حاططها في البيت تاكلك وتشربك وتغسل لك لبسك وتظبط لك حياتك، لا دي زوجه ليها كيان، دي حب يعني مالي قلبك. والزوجة أصلا خد بالك لن تستطيع أن تأسر قلبها أبدا بمالك، وإنما تستطيع أن تأسر قلب زوجتك بالحب، بالعاطفة، بالكلمة الطيبة، بالبسمة الحانية، بالمعاملة الحنون، هي دي الزوجة. الزوجة والمرأة عموما كتلة من العاطفة، عشان كده بنقول يا جماعة محتاجين نقعد مع أزواجنا بجد. النبي صلى الله عليه وسلم، وتعالى نخش نكمل الليلة، وعايزك تستحضر معايا المعنى الجميل دوت. أنت دلوقتي حالا داخل بيت النبي، انت داخل على النبي، خد بالك سكون وهدوء وبصرك في الارض والصوت ما يتسمعش عشان تسمع حبيبك وهو بيتكلم مع امنا عائشه، وتسمع امنا عائشه وهي بتتكلم مع حبيبك بتصلي عليه صلى الله عليه واله وسلم. امنا عائشه قالت له يا رسول الله، ده كان في 11 امراه في الجاهليه كانوا قاعدين مع بعض، وكل واحده منهم قالت للثانيه ايه رايكم بقى، احنا عايزين كل واحده فينا تقول زوجها كان بيعمل ايه، او زوجها مواصفاته ايه واخلاقه ايه معاملاته ايه، ومحدش يكتم خبر، محدش يخبي حاجه، كل حاجه عايزينها كده ورقه بيضه مفتوحه. فال11 واحده اتكلموا، فاول واحده قالت، يعني دي كانت اول واحده بقى، زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. طبعا دي جابته بالضرب القاضية، يعني قالت زوجي ده جمع بين سوء الخلق وسوء المعشر، يعني إنسان ما يتعشرش أبدا بالمرة. طيب، والتانية قالت زوجي لا أبث خبر، أنا مش عايز أتكلم عنه ولا أقول لكم أي حاجة عنه، إن أذكره قالت إني أخاف ألا أذر، يعني إني أخاف إن أنا لو اتكلمت كلمة إن أنا أتركه بأن يطلقني أو غير ذلك، اني اخاف الا اذره، ان اذكره لو هتكلم بقى يعني واجيب سيره زوجي دوت، اذكر عجره وبجره، العجر انتفاخ عروق الرقبه والبجر انتفاخ عروق البطن، يعني كانها عايزه تقول ان عيوبه ظاهره وباطنه وما خفي كان اعظم، انا مش هقدر اعد لكم عيوب هذا الرجل ابدا. طيب، والثالثه قالت زوجي العشنق، إن طبعا انت عارف كلمة عشنق كلمة يعني ايه، فاهم ازاي؟ يعني تحسسك بمعنى الزوج ده عامل ازاي؟ زوجي العشنق، ان انطق اطلق وان اسكت اعلق، بتقول زوجي عفوا يعني بالبلدي كده طويل ومالوش لازمة في الدنيا خالص، يعني ايه هناك تفاوت شديد بين عقله وبين قلبي، هو انسان مش فاهم حاجة خالص في الدنيا،
لو اتكلمت عشان اقول له انت بتعمل ايه هيطلقني، ولو سكت فلا انا زوجه ولا انا عارف اعيش معاه، فان اسكت ايه واعلق. طيب والرابعه دي الوحيده بقى اللي شكرت في زوجها، يبقى كده 3-1، كنا الاول 3-0 كده 3-1. قالت زوجي كليل تهاما. وليلة تهامة هو من أجمل الأجواء الجميلة اللي موجودة في الكون دوت، ما بين اليمن والحجاز، مدينة جميلة جدا جواها حلو قوي. قصدها أن تقول لزوجها رجل طيب جدا وفاضل وهادي جدا، ويعني رجل رزين وحسن المعشر في بيته بفضل الله. زوجي كليلة تهامة، لا حر ما هوش عصبي، ولا قر ولا هو بارد، ولا مخافة ولا سآمة، بتكلم معه براحتي لأنه إنسان فاضل وإنسان بيعطي الحرية الكافية أن أنا أتكلم معه. تعالوا نكمل الليلة دي بقى ونشوف الزوجة الخامسة قالت ايه. احنا كده زي ما قلنا كده ايه 3-1 3-1 ان شاء الله، مع الزوجة اللي جاية دي هيبقى 3-2 ان شاء الله، قربنا ان شاء الله. يعني اغلب اللي ذممنا ازواجهن بسوء الخلق، يعني اغلب المسائل او الشكوى اللي كانت بتيجي من الازواج كلهم كانت بسبب سوء الخلق. وزي ما قلت لك حبيبك صلى الله عليه وسلم لما جه يتكلم عن الزواج قال اذا اتاكم الحديث كام، احنا قلنا اتفقنا على الامانه العلميه، الحديث رواه الترمذي بسند حسن ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. وقدم الخلق على الدين، مع ان الخلق من الدين، لان اصل الدين دعوه اخلاقيه، انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق او صالح الاخلاق كما صح في الحديث. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه، يعني ممكن يكون متدين وما شاء الله والسمت واللحية والغطرة وما شاء الله وبيصلي، لكن أخلاقيا صفر على الشمال، مفيش أخلاق، يبقى إذن لابد يكون عنده دين وعنده خلق. وعشان كده حبيبك صلى الله عليه وسلم لما حب يديك الترمومتر اللي أنت عارف فيه ترمومتر بيقيس بيه حرارة البدن، وفي ترمومتر بيقيس بيه حرارة القلب، وفي ترمومتر بيقيس بيه حرارة الـ 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 الأخلاق أو التدين أو الإيمان. قال صلى الله عليه وآله وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. عايز تعرف كمال إيمان العبد اللي واقف قدامك، بص الأخلاق هذا الإنسان، لو لقيت أخلاقه ما شاء الله عالية أعرف أن إيمانه عالي جدا، أخلاقه ما فيش وحتى لو كان قدامك بيصلي وبيصوم فأعرف أن إيمانه ضعيف جدا جدا، وإن كان يؤدي بعض العبادات البدنية. الزوجة الخامسة ماذا قالت؟ هقول لك بس بعد ما تصلى لحبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. الزوجة دي بتذم ولا بتمدح؟ طبعا بتمدح. طب بتمدح ليه؟ قال لك هي بتوصف جوزها إنه لما بيخش البيت بيبقى عامل زي الفهد، ولما يخرج بره البيت بيبقى عامل زي الأسد. طيب إيه الفهد وإيه الأسد؟ قال لك أصل من أخلاق الفهد إن هو كثير النوم، ولذلك حتى تلاقي مثلا في الغابة لما بينزلوا يصوروا تلاقي النمر خارج بيصطاد، قاعد بشعر بيعمل ايه، بيهزر مع نمر زيه. الاسد نفس الحكاية الا الفهد، الفهد على طول ما شاء الله نايم وبيحلم واخد بالك، ويعني ايه قليل جدا من الفود اللي ايه بيكون مستيقظه. فمن اخلاق الفهد ان هو ايه كثير النوم. هي قصدها تقول ان زوجها بينام كتير؟ لا طبعا، هي قصدها ان زوجها راجل فاضل كثير التغافل. يعني ايه كثير التغافل؟ يعني لما بيخش البيت السلام عليكم، وعليكم السلام، ما بيقعدش يبص بقى على العيوب اللي موجوده في البيت، يعني بالبلدي كده ما بيقعدش اول ما يخش لا البتاع ده مكسور ليه، والكوبايه دي مش في مكانها ليه، والطبق ده معمول كده ليه، والستاره مش عارف معمول، بيخلي الزوجه تزهق من حياتها. فاحنا بنقول ايه من الاخلاق الجميله جدا كما قال الاعرابي ان خير الرجال الفطن المتغافل. اخويا حبيبي انت تعرف ان في مشاكل كتيره جدا بتحصل في بيوت المسلمين بسبب ان الزوج يعني بيسموها كده بلغتنا المصريه نقري، ولما بيخش البيت على طول عينيه زي عارف العدسه الزوم بتاعت الكاميرا، يعني بيقرب زي ما احنا بنقرب كده واخد بالك، بيروح مقرب على طول يلا بس ايه دي البتاع دي مطربه ليه ودي معموله ليه. الزوجه بتتخنق، يعني انت ما انتش شايف حاجه حلوه خالص في البيت. ده النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه واله وسلم قال لا يفرك، يعني لا يكره، لا يفرك مؤمن مؤمنه ان كره منها خلقا رضي منها اخر. اوعى في يوم من الايام ما تبقاش منصف، زوجتك انت متضايق منها زعلان منها، طيب بص قبل ما تحكم على زوجتك اقعد كده افرد قدامك كده في ورق مميزات زوجتك وعيوب زوجتك، شوف زوجتك فيها كم ميزه. والله فيها يعني 7-8 مميزات، وفيها كم عيب، فيها عيبين،
العيبين دولت يا جماعة الخير ما يدوبوش في بحار الحسنات، خلينا بقى منصفين. يبقى لو الزوجة ما شاء الله طيبة جدا وخلوقة جدا ومؤدبة جدا وبتحترمك جدا وبتعزك جدا وبتربي أولادك وبتعمل وبتعمل وبتسوي، لكن غصب عنها يعني الطبيخ بتاع شويتين مش يعني مش قوي يعني، واخد بالك؟ نتغاضى، نجيب لها واحدة تطبخ لها، نجيب لها كتاب في فن الطهي، نجيب لها أخت فاضلة تعلمها، إيه المشكلة؟ ما هوش عيب. لكن في النهاية لابد أن تتغاضى، مش تيجي بقى على كل حاجة تمسكها، لأن دي من أسباب المشاكل داخل البيوت. وإحنا يا جماعة زي ما قلنا اتفقنا مش إن إحنا بنحكي قصص، لا، إحنا عايزين كل كلمة تخرج من أي امرأة من ال 11 دولت نعلق عليها ونشوف الواقع اللي إحنا عايشينه. انت كزوج عايز تخلي بيتك تستقر الحياه فيه، بالله عليك وانت داخل بلاش تقعد تبص على كل حاجه موجوده في البيت. ولذلك كان من سنه حبيبك صلى الله عليه واله وسلم ان الانسان قبل ما يخش بيته لو كان قادم من سفر لابد ان يخبر زوجته بقدومه. مش زي زمان بقى ما كانوا بيعلمونا في الافلام يقول لك يعمل نفسه مسافر ويقعد يستخبى ما اعرفش فين وبعدين يرجع يستخبى لها يومين في الذره وبعدين مره واحده يطبب عليها فجاه. ده مش اخلاق المسلمين ابدا، لانه كده بيخونها. وان الامير اذا التمس في اهله الخيانه افسدهم. بالعكس، اوعى في يوم من الايام تخون زوجتك ولا تخون ابنك او حاجه زي كده، اوعى تعمل كده انك تفسدهم. بالعكس، انا مسافر، سلام عليكم حبيبتي، انا جاي في اليوم كذا في الساعه كذا. ليه؟ قال لك حتى تستحد المغيبة وتنتشط الشعساء، يعني حتى زوجتك تتزين، ربما تكون مهملة في نفسها في الفترة اللي انت مسافر فيها، فلما تقول لها انا جاي الساعة كذا او يوم كذا ما شاء الله تنظف البيت وتظبط نفسها وتتزين وتستعد للقائك وجهز لك الاكل، تخش البيت لا تقع عينك على اي شيء يضايقك. انما لما تيجي تطب فجاه تخش، يمكن الزوجه شعرها منكوش، مش حاطه مكياج، مش مظبطه نفسها، البيت مقلوب، الاولاد مش متظبطين، يبقى انت تقع عينك على حاجه زي كده، تحصل مشاكل ويحصل نفور بين الزوج والزوجه. احنا بنعالج مشاكل، المشاكل دي موجوده يقينا في بيوت كثير من المسلمين. اخويا وحبيبي ما تطبش فجاه، عرف زوجتك دايما بتيجي امتى، عرف زوجتك لو سافرت هترجع امتى، علشان تخش عينيك تقع على كل جميل. لكن لو قدرا دخلت وعينيك وقعت على حاجه ما هيش عاجباك فخليك منصف، اعمل نفسك مش واخد بالك. في عيوب طبعا ما ينفعش نتغاضى عنها، بمعنى داخل من بره ما ينفع، يعني ممكن نتغاضى عن ان الكوبايه مدلوقه، ممكن نتغاضى عن ان الطبق محطوط مش في مكانه، لكن مش ممكن نتغاضى من ان الزوجه ما صلتش العصر، جاي من بره، سلام عليكم. وعليكم السلام حبيبتي، صليت العصر ولا لا؟ يا خبر ابيض، ده انا نسيت العصر، اصل كنت مشغوله، كنت بعمل مش عارف تقديحه ولا ما اعرفش بيسموها ايه، واخد بالك، وكنت مشغوله بالطبيخ فيعني فنسيت العصر. فانت بقى في اللحظه دي تحسسها ان انت غضبان لله، لا طيب لو سمحت خش صلي العصر، طب هكمل بس والله العظيم ما هاكل الا لما تصلي العصر. مره في الثانيه في الثالثه لما تحس ان انت غضبان لا بص بقى خلاص، مش انت بقى اللي شغلك عن الصلاه، الاكل، طب انا مش واكل النهارده. طب يعني ده انا طول النهار تعبانه في الاكل ومش عارف، انا مش واكل، ما دام الاكل خلاك تنسي الصلاه وما انا مش واكل. هتقول لي ما انا كده هتسوح، اقول لك ما تخافش، ما هي تخش تصلي وانت تخش المطبخ روق نفسك برضه بس من وراها يعني. المهم صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فشايف الموضوع ان اهم حاجه ان انت تكون ذكي جدا جدا في حته ان انت ما تكونش مدقق على كل حاجه، فوت خمس حاجات غلط شفتها، دقق على حاجه وسيب اربعه، او دقق على حاجتين وسيب اربعه، ودقق على الحاجات المهمه اللي ما ينفعش ان انت تفوتها، لكن الباقي لازم ان انت تتغاضى عنه. يبقى اول صفه جميله الزوجه دي قالتها في زوجها، زوجي ان دخل فهد، زوج محترم، زوج منصف، اول ما بيخش ما بيقعدش بقى على طول عينيه على العيب ده وعلى العيب دوت، لا، اول ما بيخش بيعمل نفسه مش واخد باله، وازيك يا حبيبتي عامله ايه، سلام عليكم، ازاي اخبارك، ازاي الاولاد، عاملين ايه، طب انا قاعد جوه يا حبيبتي عقبال ما تظبطي الامور وكده وانا قاعد جوه. الزوجه دي تكون سعيده جدا جدا مع هذا الزوج. ايه الصفه الثانيه الجميله برضو اللي موجوده في الزوج ده؟ هنقولها بس بعد الفاصل، اوعى تروح يمين او شمال، خليك معايا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد فمرحبا باخواني واخواتي واهلي واحبابي، وانا مش بقولها من فراغ والله، انا بحس ان احنا اهل وعشره عمر، وبحس ان احنا اسره واحده، ربنا يجمعنا واياكم على الخير دائما. اخويا وحبيبي
قلنا ان الزوجة الخامسة قالت زوجي ان دخل فهد، يعني اخلاقه جميلة جدا، فان الرجل بيتغاضى عن الاخطاء او عن بعض الاخطاء وما بيخشش بقى يقعد بقى يبص على كل عيب او على كل مشكلة في البيت، فلما بيتغاضى البيت بيمشي، والزوجة بتحس ان الزوج مش هيحرجها في حاجات ربما تسبب لها الحرج. فدي من اخلاق الرجال الجميلة اللي هو ان خير الرجال الفطن المتغافل. يبقى زوجي ان دخل فهد وان خرج اسد، هو رغم ان هو متغافل في البيت لكن هو بره البيت الله اكبر عليه، اسد بين الرجال ما شاء الله، ليه شخصية وليه مكانة وليه قوة وليه هيبة وليه يعني كلمته اللي بتتقال وسط الرجال ينفذها على 1000 رجل، لكن في بيته يتغافل. ولذلك كان سيدنا عمر بن الخطاب كان ليه كلمة جميلة جدا، كان يقول ايه؟ كان يقول اني احب ان يكون الرجل في اهله كالطفل الصغير، فان ارادته رجلا وجدته رجلا. افهم بقى معنى الكلام الجميل ده، بيقول انا احب ان الرجل يكون مع زوجته كالطفل الصغير. انت لما تقعد في البيت مع زوجتك ما ينفعش انت لو شيخ تتعامل مع زوجتك على ان انت شيخ، وان لازم تناديك يا فضيلة الشيخ، ويعني تتعامل معاك معاملة رسمية. وفي بعض الازواج كده تقول له حضرتك وسيادتك، ولا حضرتك وسيادتك. طبعا ده مش اسلوب تعامل بين زوجين، لان طبعا دي بتعمل مشكلة جامدة جدا. لكن لابد يا جماعة الخير ان يكون الزوج والزوجة في ما بينهم الحجاب، يعني او الحاجز مش موجود، يعني ان هو يختار لها اسم حلو وهي تختار له اسم حلو ويتعاملوا مع بعض، يعني مثلا اسمها مش عارف ايه، يعني يقول لها يا لولا، يا نسمة، يا بسبوسة، يا ننوسة، هي تقول له مثلا يعني اي اسم برضه حلو كده، واخد بالك، يا بقلز، بس بلاش بقلز لان اسم تاني. المهم المهم تنقي له اسم برضه حلو تدلعوا بيه، بس مش في الشارع يعني، بينهم وبين بعض يعني. فشيء جميل جدا يبقى فيه تحامل ورحمه وحنيه والفه بين الزوج والزوجه. يبقى زوجي ان دخل فهد وان خرج اسد ولا يسال عما عهد. اخويا حبيبي المصور معانا في الاستوديو بيقول لي بس الكلام بتاع الشعر اللغه العربيه بتاع زمان دي صعب قوي. قلت له ما سمعتش انت بقى بيت الشعر بتاع زمان ده، في حته كده على هامش السير، يعني كان في قطع كده بيقول لك ايه، يقول لك ده من ضمن الشعر بقى الجاهلي، يعني كان زمان، يعني عشان تعرف اللغه زمان كانت عامله ازاي. يعني كان يقول لك ومضعشرا بالقعطلين تحشرمت شرافته فخرق الخرب وصلي، الهيكذوب الكيكذوب تهيهعت من روق في العلقبوت المنفلي، وتفشحت الفشحات في شحط الحفا بربا سكاته بروق في البعبري. اظن الكلام واضح جدا، كلام عاطفي ورومانسي. طبعا هو سالني تفسير الكلمات ديت، فقلت له مضعشرا اي متعرف الخرنوف، القعطلين اي المؤمؤتان، تحشرمت اي تفسردت وكانها صغير الهربات، وبعدين شرافته قال لك يفسرها ما قبلها. طبعا اللي قبلها ما حدش فاهم منه حاجه يعني. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. المهم المرأة قالت ايه بقى جميل، قالت زوجي ان دخل فهد وان خرج اسد. حتى بقى الثالثة دي جميلة قوي قوي ومهمة جدا جدا يا ازواج المسلمين، ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين. ولا يسأل عما عهد، الله، حتة جميلة قوي والله. لو قضينا الحلقة كلها في حتة ولا يسأل عما عهد لكانت يعني مش كفاية برضو. ازاي؟ رجل كريم جدا بيديها الفلوس وما يسألهاش بقى، ما يجيش يديها مثلا 2 جنيه وخارج الصبحيه يجي اخر النهار يقول لها كشف، عايز اعرف كل مليم اتصرف فين، وبعدين لا ده ناقص قرش صاغ، واخد بالك؟ يعني انت عارف في ازواج صعبه جدا في المعاملات الماديه. لا اخويا وحبيبي، وسع على بيتك، يكفي انك تسمع قول النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، واللقمه يضعها الرجل في امراتي له بها صدقه. انت ليك اجر، ليك اجر كبير في كل لقمه زوجتك تاكلها، في كل لقمه ابنك ياكلها او بنتك، في كل هدمة يلبسوها، في كل متعة بيتمتعوها، أنت لك أجر فيها بفضل الله سبحانه وتعالى. والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في عتق رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. يعني أعظم أجر في كل دولة الدينار اللي حضرتك انفقته على زوجتك وعلى اولادك. فما تبخلش والله ما تبخل، وكل ما ربنا يوسع عليك كل ما توسع على اولادك. اي نعم، اوعى تبخل على زوجتك ولا على اولادك. والله العظيم يعني انا مش عارف اقول لك ايه، انا يعني مش بزكي نفسي، انا واحد من الناس استمتع وانا انفق على زوجتي وعلى اولادي، اشعر بلذه. الابن لما ياكل حاجه انا اشعر بطعمها في فمي، احس بلذه وفرحه ان انا انفق على زوجتي وعلى اولادي. خد بالك من الحته ديت مهمه جدا. ولا يسال عما عهد، بتقول زوجي هو الكريم بيسيب لي الخير في البيت ما شاء الله، ولما يجي ما يسالنيش ها الرز اللي كنت سايبه اخباره ايه،
نقصت منه كام حباية، والسكر كام كيلو نقص منه، واللحمة اللي عندك أخبارها إيه؟ لأن البخيل مذموم، البخيل مذموم. أذكر لك كده قصة كده من قصص البخلاء عجيبة جدا، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. كان في راجل زمان، كان الإمام ابن الجوزي بيذكره في قصص البخلاء يعني وكده، فكان في راجل زمان كان بخيل بخل يعني ما يتوصفش، ربنا يعافينا عافيك. فالمهم ما كانش، كان اللحمة دي بالنسبة له مثلا يعني ما تخشش بيته، ممكن يتصور عند الجزار جنب اللحمة، إنما مش ممكن تخش بيته. في يوم من الأيام فك الكيس وكسر الحواجز وخرج عن يعني فقد الذاكرة زي ما بيقولوا، واشترى كيلو لحمة. فاشترى كيلو لحمة، وكان كيلو لحمة فيه جزء لحمة وجزء عظم يعني. فكل اللحمه لوحده وساب العظمه. فبعدين فكر، الله، طب ده انا اكلت اللحمه لوحدي ونسيت ولادي الثلاثه، اقول لك اجمع ولادي الثلاثه واشوف مين فيهم اللي يستحق العظمه دي. هجمع ولاده الثلاثه، قال لهم انا هعمل لكم مسابقه واشوف مين اللي هيفوز بالعظمه دي، يعني برنامج من سيربح العظمه، واخد بال حضرتك؟ فالمهم، فقال لي الاولاني، شوف يا ابني يا حبيبي، لو اديتك العظمه ديت هتعمل فيها ايه؟ قال له اعمل ايه؟ قال له الوكها في فمي وألحسها وأمصمصها حتى لا يدرى لعام هي أم لعامين. أنا أقعد أمصمص في العظمة لحد لما تترمي في الشارع، واحد يعدي يقول إيه؟ هي دي مرمية بقى لها سنة ولا سنتين؟ قالوا لا لا لا، أنت مسرف، حسبي الله ونعم الوكيل. فقال للتاني، تعالى يا ابن الله، أوعى ربنا ما يخيبش ظن فيك، تعمل إيه في العظمة حبيبي لو سبتها لك؟ قال له أما أنا فألوكها وأمصمصها في فمي ثم أتركها في الشارع حتى لا يجد، لا يكون فيها للذر مقيلا. عارف الذر اللي هو النمل الصغير؟ بيقول له لو جت نملة صغيرة عشان تلاقي نسمة، نسمة تاكلها من العظمة دي، ما تلاقيش ترجع تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال له لا لا، أنت مسرف، حسبي الله ونعم الوكيل. فرح منادي التالت، قال له أنت ابن حبيبي، أنت اللي أنا ربيتك بقى، أنت بقى اللي أمل فيك يا حبيبي، أوعى تخيب رجائي فيك، ها هتعمل إيه في العظمة يا حبيبي؟ قال له انا ده انا ابنك يا حبيبي، انا اخد العظمه ادقها واسفها. فقال له بورك فيك ابن ابيك، انت اللي تستاهل العظمه يا حبيبي. قال له هدقها واسفها، مش هخلي يعني ايه لا نمني يشوفها ولا حد يشوفها يعني. فشوف سبحان الله، قصه تانية عجيبه جدا برضه. الواحد بخيل قوي، فكل ما يجيب حاجه لزوجته يرجع يعملها، عايز تقرير انت صرفت الحاجه دي فين، حد ما هي زهقت منه. ففي يوم من الايام جاب 2 كيلو لحمه في البيت، وبعدين قال لها اطبخها والمرجع من الشغل ومش عارف ايه. فرجع من الشغل، ها السلام عليكم، عليكم السلام، اخبار اللحمه؟ قالت له ما اسكت، ما تدري، ما عرفتش، ده القطه كانت اللحمه. قال لها لا حول ولا قوه الا بالله. بعدها باسبوع جاب 2 كيلو لحمه تانيين، اطبخها والمرجع ومش عارف الكلام ده كله. فرجع من الشغل، ها اخبار اللحمه ايه؟ الحمد لله، عملتها مشويه ولا؟ قالت له اسكت، ده القطه كلتها. فاستغرب، جه في المره الثالثه راح جايب 2 كيلو لحمه، جه بالليل قالت له اسكت، ده القطة كلتها. قال لها طيب أنا هجيب الميزان. راح جاب الميزان وراح مسك القطة وراح حاططها على الميزان، فلا القطة وزنها 2 كيلو. قال لها طب دي اللحمة، فين القطة بقى؟ يعني سبحان الله. فإذا كان من صفات الجميل لهذا الرجل أنه وإذا إيه؟ وإذا دخل، وإذا إذا دخل فهد، وإذا خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. قيمة الإنسان أخوي وحبيبي فيما يعطي لا فيما يأخذ. قيمتك انت كانسان في اللي انت بتعطيه مش في اللي انت بتاخده. ولذلك النبي عليه السلام لما عدى على بني سلمة، على بني سلمة، وقال لهم من سيدكم؟ قالوا سيدنا الجد بن قيس، غير اننا نبخله، يعني بنتهمه بالبخل. قال واي داء ادوى من البخل؟ هو في داء اسوا من البخل؟ ده اسوا داء في الدنيا ان يكون انسان بخيل. قال بل سيدكم الجعد الابيض عمرو ابن الجموح، عمرو بن الجموح اللي استشهد في غزوة احد رضي الله عنه وارضاه. خد بالك، اذا فالبخل داء وبيل، اما الكرم فهو صفات النبلاء الافاضل، ان هو يكون كريم. ليه؟ اصل البخيل ده انسان بيتهم ربه عز وجل، فانه اذا انفق فلن يخلف الله عز وجل عليه. وقد قال جل وعلا وما أنفقتم من شيء فهو، هو وحده سبحانه وتعالى، فهو يخلفه وهو خير الرازقين. مصدق حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم، ده بيتكلم عن الصدقة على الناس، فما ظنك بزوجتك؟ يقول صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح، قال ثلاث أقسم عليهن، وكان أول حاجة ما نقص مال من صدقة. إذا كان المال لا ينقص من صدقة، فكيف وإذا كان الإنسان ينفق على زوجته وعلى أولاده؟ أسأل الله عز وجل أن يبارك في جميعنا.
جميع المسلمين. الحقيقة الإنسان محتاج أنه يراجع نفسه في مسألة الكرم والبخل، وأن هو يعطي وما تخافش، أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. سبحانه وتعالى يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، هذا وعد الله سبحانه وتعالى بيقول لك أنفق وأنا أنفق عليك سبحانه وتعالى، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ولذلك الإنسان يا جماعة الخير ممكن يضيع كل حاجة بسبب الحرص على الدنيا. يحكى في قصص بني إسرائيل في قصة كده جميلة أحكيها لكم كده بسرعة، بس بعد ما تصلى حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم، احنا خد بالك دي ليلة في بيت النبي، ما ينفعش نقعد من غير ما نصلى على النبي، ده من شروط وعدنا ببيت النبي ان احنا نصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شاهد في الموضوع برضو مش عايزين ننسى الاس ام اس، بالله عليك عايزين نقول مين اللي هيقدم هدايا للنبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة معايا النهاردة حاجات جميلة جدا والله العظيم، بشرات جميلة جدا. طب هقولها لكم قبل ما اكمل الحتة دي، من ضمن البشرات الجميلة حاجة جاني اس ام اس كتيرة جدا جدا، وكان بشرات جميلة جدا، اللي قالت هتحجب واللي قالت كذا مش هتحجب، اللي قالت اتحجبت خلاص واللي قالت كذا. لكن عايز اقول لكم البواقي بقى، يعني او الخلاصة بتاعتهم، جبتلكوا بعضهم وانا قلت هذكر بعض الاسماء اللي كان الاس ام اس بتاعتهم يعني ما شاء الله جميلة، وهندعي لهم ان شاء الله وندعي لكل اللي بعته بان ربنا يرزقنا اياهم بالفردوس الاعلى. عندك مثلا منى من اسوان وهدى من العراق قالوا هنصلي على النبي كل يوم 1000 مرة، صلي بقى عليه صلى الله عليه وسلم. الاخت هبه ابراهيم قالت هرد عن عرض اخواتي، هديتي للنبي يعني، هرد عن عرض اخواتي وانهى عن النميمه. نوران محمد قالت هكتر من الصلاه على النبي واحفظ القران. ايمان علي من الخرطوم قالت هعين زوجي في دنياه واخراه. وداد قالت اكفل اليتيم واربي اولادي، كل ده هدايا للنبي صلى الله عليه وسلم. الاخت عبير يحيى قالت لبست الحجاب خلاص. الاخت ام وائل قالت لبست الحجاب وواظبت على الصلاه. أم هشام من اليمن قالت لبست الحجاب. أم محمود قالت لبست النقاب. أم محمد علام قالت مقابلة السيئة بالإحسان والعفو. أم عدنان قالت أربي ابني ليكون صلاح الدين اللي هيفتح بيت المقدس إن شاء الله. عباس محمود قال بدأت الصلاة أنا وأولادي. شفت الهدايا الحلوة، شفت الهدايا الجميلة، والله المسلمين كلهم خير يا جماعة، ربنا يبارك في جميع المسلمين، قولوا آمين. أم عمر من مصر قالت التزمت بصلاة الفجر وأذكار الصباح والمساء. الأخت سالي قالت لبست الحجاب وتركت التلمس. الأخت أم يوسف قالت لبست النقاب. أخت صفاء من السودان قالت لبست الحجاب. الأخت عبير قالت واظبت على 12 ركعة من السنة وقيام ليل وصلاة الفجر وصيام النوافل. ما شاء الله. أخ ما بعتش اسمه الحقيقة، لكن قال أنا كنت على علاقة محرمة بامرأة كادت أن تصل إلى الزنا، خد منها معاد عياذا بالفعل الفاحشة. قال ولما سمعت الحلقة دي قال والله تركتها لله هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخت إيمان بتقول بعتت اللي احنا كنا معنا في الحلقة اللي فاتت، قالت أسلمت بسببك وأرجو الدعاء لأختي مريم بالهداية، أسأل الله عز وجل أن يهدي مريم وأن يشرح صدرها للإسلام. وكل اللي بعت لي سواء اللي ذكرت اسمهم أو اللي ما ذكرش اسمهم إن شاء الله أسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياهم وإياكم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أنا منتظر فعلا الاس ام اس بتاعتكم عشان اشوف ايه الهدايا اللي هتقدموها للنبي عليه الصلاه والسلام، وكل واحد هيقدم هديه ملزم بها امام الله. ما فيش واحد يبعت يقول هبتدي اصلي وبعدين اترك الصلاه، هديتك للنبي صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف قد ايه الدنيا يا جماعه واحنا لسه ما زلنا في الزوجه الخامسه، قد ايه الدنيا ممكن تخلي الانسان فعلا يفقد حاجات كتيره جدا ومعاني كتيره جدا بكل اسف، لانه حريص جدا على الدنيا. بيحكى في قصص بني إسرائيل إن عيسى عليه السلام كان في رحلة من رحلاته في سفر من أسفاره، وبعدين وهو مسافر قبل واحد يهودي، وانت عارفين اليهود يهود، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. فاليهودي كان معاه رغيفين، وسيدنا عيسى عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام كان معاه رغيف واحد فقبله. فاليهودي ظن ان هو معاه يعني مع سيدنا عيسى معاه حاجات كتيره باكل كتير، فقال لك اخش معاه. قال له تاذن لي اسافر معاك؟ قال له اسافر معاه. قال له خلاص نحط اكل على اكلك. قال له ماشي. فلما حط الاكل على ده فاكتشف ان سيدنا عيسى معهوش غير رغيف واحد، فحزن واتضايق وقال يا ريتني ما شاركته. المهم سيدنا عيسى وهم ماشيين قال له يعني استاذنك اسرع شويه هصلي ركعتين وبعدين نكمل. بيصلي ركعتين راح اليهودي ايه من ورا سيدنا عيسى، راح واكل رغيف وخلى ايه ساب رغيفين، كانوا ثلاث رغيفه. سيدنا عيسى بعد ما صلى قال له ائتنا بالطعام، تعالى بقى ناكل. فلسه بياكل قال له كانوا ثلاث رغيف، راحوا فين الرغيف الثالث؟ قال له اليهودي بقى بيقول له قال له والله ما كان الا رغيفين. فسيدنا عيسى كانه عايز يقول يعني ان شاء الله هجيب الثالث يعني، بس هو كانوا ثلاثه يعني. فالمهم وهم ماشيين فجاه معديين كده، ففجاه لقى واحد اعمى، فسيدنا عيسى قال له ساقرا عليك
وستعود مبصرا بإذن الله جل وعلا. فقرأ عليه عيسى عليه السلام فعاد الرجل مبصرا بإذن الله. فالرجل اللي هو اليهودي قال سبحان الله شيء عجيب جدا. فقال عيسى أسألك بالذي أراك تلك الآية أين الرغيف الثالث؟ قال والله ما كان إلا رغيف. ما فيش مشكلة هنجيبه برضه إن شاء الله. شويتين هم ماشيين لقوا غزالة. فراح سيدنا عيسى واخد الغزالة وراح دبحها وراح معلقها في سيخ وبدأ يشويها. فبعد ما شواها وكلوا منها راح أمرها سيدنا عيسى فقامت حية تجري. قامت رجع التاني حية وبتجري. فالراجل تعجب سبحان الله. فقال عيسى عليه السلام قال له أسألك بالذي أراك تلك الآية أين الرغيف الثالث؟ قال له والله ما كان إلا رغيفين. شويتين معديين من على النهر كده فعايزين يعدوا معهمش مركبه. فسيدنا عيسى قال له عدي بسم الله. فراحوا معديين على النهر عدوا الناحيه الثانيه. فالراجل مستغرب بقول سبحان الله. قال له اسالك بالذي اجراك على النهر اين الرغيف الثالث؟ قال له والله ما كان الا رغيفين. اخر حاجه بقى عدوا الناحيه الثانيه لقوا ثلاث اكوام رمل. فسيدنا عيسى سال المولى عز وجل فتحولت الثلاث اكوام الرمل دول تحولوا الى ثلاث اكوام ذهب. والناس اذا راوا الذهب فان العقل قد ذهب. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده ماله ومن لا عنده ماله فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. فأول ما شاف الذهب قال له خبر أبيض. فسيدنا عيسى جابها له بطريقة حلوة قال له الكومة الأولانية دي بتاعت الذهب دي بتاعتي أنا والكومة الثانية دي بتاعتك والكومة الثالثة بتاعت اللي أكل الرغيف الثالث. قال له أنا اللي أكلت الرغيف الثالث. فقال له خلاص الثلاث تكوام ليك أنا لا أريد شيئا من الدنيا. خد بالك أنا فاضل بس ربع دقيقة قبل الفاصل كده عشان أقول لك القصة انتهت إزاي. المهم قدر ربنا سبحانه وتعالى ان سيدنا عيسى ساب له الثلاث اكوام الذهب. الراجل بقى قعد بقى قدام الذهب مش عارف يعمل ايه. طب اجيب ايه اعمل ايه اسوي ايه. قعد بقى يتذكر بقى المشروعات والامال اللي هيعملها ومن ورا الذهب اللي ايه اللي هياخده ده. فجاه راح معدي من عليه ثلاث لصوص. فاول ما شافوا قالوا ايه ده معقول الراجل ده يستاثر بالثلاث اكوام ذهب دولت هو ده يستاهلهم؟ لا طبعا دول بتوعنا احنا. وراحوا قاتلينه وراحوا ايه مستولين على الثلاث اكوام. دخل لهم الشيطان فقال الاثنين منهم معقوله هتسيبوا الثالث اللي معاكم ياخد معاكم ويقسموا كل واحد كوم؟ يا عم ليه؟ طب ما تقتلوا الثالث دوت وانتوا الاثنين كل واحد ياخد كوم ونص. قالوا ماشي حلو قوي. فواحد قال للثاني قال له لك نبعته يجيب لنا اكل ولما يجي ننقض عليه نقتله ونقسم الثلاث اكوام. قال له ماشي. فراحوا بعتوه يجيب اكل قال له بس عشان نتقوى ونقدر نشيل الذهب. وراح الشيطان جه للثالث بقى اللي راح يجيب اكل قال له طب وانت تسيبهم ياخدوا الذهب ليه؟ واللي قسموا معاك ليه؟ يا عم حط لهم سم في الاكل وهم لما ياكلوا الاكل ده هيموتوا فانت تاخد الذهب. قال والله فكره حلوه. جاب الاكل حط لهم فيه السم ولما رجع حط لهم الاكل فقبل ما ياكلوا قاموا قاتلينه. ففضل الاثنين والثلاث اكوام ذهب. فبعد ما خدوا قتلوا الراجل ده ولسه هياخدوا الثلاث اكوام ذهب قالوا ايه رايك؟ قبل ما نشيل بقى الذهب تعالى ناكل عشان نتقوى على حمل الذهب. فاكلوا فماتوا وبقي الذهب والاربعه مقتولين وميتين. فمر سيدنا عيسى بعد ما رجع من سفرته فلما لقى الاربعه مقتولين والذهب زي ما هو قال هكذا تفعل الدنيا باهلها. يبقى اذا زوج الخامسه قالت ايه حبيبي؟ قالت زوجي ان دخل فهد وان خرج اسد ولا يسال عما عهد. الزوجه السادسه قالت ايه؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل القصير. خليك معايا ما تروحش هنا ولا هنا. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة أنا عايز وإحنا بنتكلم في الحلقة نستشعر تماما إن إحنا دلوقتي في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمنا عايشة دلوقتي هي اللي بتتكلم وهي اللي بتحكي للنبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي حصل بين الأزواج الحداشر دولت وإيه الحديث اللي دار ما بينهم. تعالوا نشوف السادسة قالت إيه يا جماعة. السادسة الحقيقة يعني جابته بالضربة القاضية برضه. قالت إيه؟ قالت زوجي إن أكل لف خدوا بالكم وإن شرب اشتف خدوا بالكم وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث. أنا هترجم دلوقتي بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. زي ما قلنا برضو بننبه احنا منتظرين الاس ام اس بتاعتكم عشان نعلق عليها ان شاء الله كل حلقه ان شاء الله وندعو لكم ومنتظرين هديه النبي. اوعى تنسى هديه النبي حبيبك صلى الله عليه وسلم. وانت تخيل نفسك ان انت دلوقتي في بيته وبيقول لك فين هديتي؟ فانت لازم تقدم الهدية صلى الله عليه وسلم. وهنستقبل تلفوناتكم بعد يعني 10 دقايق ولا حاجه ان شاء الله عشان يعني نفرح بمشاركتكم لينا. ربنا يجمعنا واياكم على الخير دائما. انت بتقول زوجي ان دخل ان اكل لف. يعني ايه؟
يعني هي بتحط السفرة فيها مثلا 10 15 صنف مثلا يعني. فهو لما بياكل ما شاء الله ربنا يكرمه، مبدأه في الحياة الدنيا من فاتة، فما بيسيبش حاجة يعني. الله أكبر. زي ما واحد كده عزم واحد صاحبه في مرة، مش عزمه يعني، هو كان بياكل، فدخل عليه صاحبه: السلام عليكم. وعليكم السلام، كنت عايزك في موضوع. قال له: طب يعني أنا باكل دلوقتي، طب ممكن تاكل معايا وبعدين نتكلم؟ قال له: لا والله الحمد لله لسه واكل وعلى الآخر ولا أجد له مسلكا. قال له: طب بس يعني اجبر الذات. قال: والله ما قادر. قال له: طب بص انزل ازقز معايا. فنزل وفعلا ازقز يعني، الله اكبر يعني، ما خلاش حاجه. فصاحبه قال له: طب ربنا يبارك في عمرك، يبقى بعد كده كل يعني عندنا وبازقز في بيتكم يعني، خد بالك ربنا يبارك فيك. فشايف الموضوع ان ايه، الراجل ده كان من النوعيه ديت، ما شاء الله عليه، الله اكبر، نفسه حلو قوي، ما بيخليش حاجه، بتقول ان اكل لف ما بيسيبش ولا طبق الا ما بياكل منه، وان شرب اشتف، يعني لما بيمسك الحاجه ما بينزلهاش من على الفم الا ما بيكون يعني ايه، يعني جاب اخر اخرها يعني. طيب وان اضطجع التف. الله. طب هو الراجل اللي لو اكل لف دوت وان شرب اشتف، ده اكبر دليل على ان الزوجه دي زوجه مثاليه جدا في اكلها، صح كده؟ انت عارف في واحد ممكن يجي ياكل، فزوجته مثلا تكون عامله له اكله، فهو يدوب مع اول لقمه يقول لها: الحمد لله وانا لله وانا راجعون، وعيشه واخرتها الموت يعني، فجزاكم الله خير، الحمد لله شبعت، فيقوم يعني، فاهم ازاي؟ وفي واحد تاني من حلاوه اكل زوجته يعني ما بيتحركش، ما شاء الله عمال بياكل، الله اكبر، واخد بالك؟ فاذا الزوجه دي طبخها حلو، والدليل على هذا ان هو ان اكل لف ما بيسيبش ولا صنف ايه عاملاه الا ما بياكل منه. طب الزوجه اللي عامله اكل حلو ديت، واللي طول النهار عماله بتبذل جهد عظيم جدا عشان تعمل الاصناف الحلوه لزوجها، مش يعني لابد ان الزوج ده يشكرها؟ مش لابد يقدم لها معروف؟ مش لابد ان هو يكافئها؟ لا، كانت المكافاه ليها ان هو لما يجي ينام، سبحان الله، وان اضطجع التف، يعني كده يجي ينام يروح ايه متقعور لوحده كده في الحاف بتاعه، ويقوم ايه رامي نفسه بعيد عنها او مديها ظهره، ولا ليها علاقه بيها خالص، ولا كانها زوجته خالص، واخد بالك؟ دي مشكله طبعا. مشكله ان الزوج لما، ولذلك قالت بعد كده ايه؟ قالت: ولا يولج الكف ليعلم البث، يعني ايه؟ ما بيطبطبش عليا عشان حتى يعرف اذا كنت انا فرحانه ولا زعلانه، حزينه ولا متضايقه، حتى ما بيدينيش فرصه ان انا اعبر له لا عن حزني ولا عن حبي. ان البث تاتي بالمعنيين، ان انا عايز ابث لك احزاني او ابث لك افراحي او ابث لك حبي، فهو ما بيديلهاش فرصه خالص، لانها حتى تشتكي له ولا انها حتى تقول له انا بحبك. هو اول ما يضطجع يروح يلتف، يروح ايه لوحده كده ونايم في ركن كده من السرير، في ركن البعيد الهادي، ويسيبها بقى ايه، واخد بالك، ولا يسال فيها خالص. سبحان الله. اخويا وحبيبي، زي ما قلت لك المراه بطبعها عاطفيه. طب تعالى نتلقى التليفون ده ونرجع مره ثانيه. الاستاذه عائشه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كان عندي مشكله يا شيخنا، بس كنت عايزه يعني اسف ان انا هزعجك بيها. اتفضل. انا اتجوزت ما كملت الشهر في جوازي، يعني مده 45 يوم. نعم. تالت يوم جوازي بالظبط جوزي خدني لوالدته. نعم. فما بيتقيش ربنا فيا، عنده مرض ان هو بيعمل مع نفسه عقده سريه، حتى المصاريف ما بيسيبهاش. فانا اضطريت ان انا قلت له ان يعني حتى من العاده دي ممكن تتعالج بيها ونفضل في بيتنا يعني. نعم. لو على الشغل ماشي، انزل دور وخد ده بيبيعه ونشتغل مع بعض حتى يعني. نعم. نكمل مع بعض. نعم. بس كان رده عليا ان هو ضربني وهني ونزلني وخد عفش جوز عليه اخته. نعم. ولجأوا للقانون، اضطريت ان انا اعمل زيهم والجأ ليهم. فانا مش عارفه يعني هل انا مشيت كده صح ان انا لجأت للقانون، ولا حرام عليا ان انا اعمل؟ حاضر اختي عائشه، ربنا يحفظك. حاضر. انا هو طبعا كان الاولى بدل ما ندخل نفسنا في محاكم قدام بعض ومشاكل، ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا، يا رب العالمين يصلح بيوت المسلمين. كان الاولى ان يبقى حكم من اهله وحكم من اهلها، ويحاولوا يتحكموا الناس افاضل، ويحاولوا يقربوا المسافات، ويعرفوا العيب فين والمشكله فين، ونحل المشاكل ما بيننا بدل اللجوء للمحاكم. دي نقطه مهمه جدا. النقطه الثانيه ان الزوج نفسه لابد ان احنا لما ننتقي زوج ان احنا نحرص جدا جدا، عشان بعد كده بنندم. على فكره اكبر مشاكل اللي حصلت في بيوت المسلمين بصدق، وانا اكيد يعني حاسس ان الكل موافقني في كده، هو سوء الاختيار.
ان انسان يختار غلط او زوجة تختار غلط وبعد كده يندموا، يعني زوجة خدته وما بيصليش. لان ايه؟ لان هو لما راح يتقدم للاب سأله انت بتصلي ولا لا، ولا الام سالته، ولا حد ساله انت بتصلي ولا لا، وبعدين لما قال لهم يا جماعه ده ما بيصليش يقول لك ربنا يهديه ان شاء الله، المهم الحمد لله موظف قد الدنيا وليه مرتب وعنده املاك وعنده، وفي النهايه البنت تتبهدل وتتطلق وترجع لهم مره ثانيه. فدي مساله مهمه جدا يا جماعه، اللي هو حسن الاختيار، اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه. طيب الاخت ياسمين معانا، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طب اذا الاتصال انقطع. فشات الموضوع حبايبي ان السادسه قالت زوجي ان اكل لف بياكل كل حاجه، وان شارب اشتف وبيشرب كل حاجه، لكن رغم ده كله ما بيكافئش الزوجه الطيبه الامينه الوفيه اللي طول النهار بتتعب عشانه، وان اضطجع التف ما بيسالش عنها خالص، ولا يولج الكف ليعلم البث، عمره ما بيسال عنها ولا بيعرف اخبارها. حبيبي في الله، علاج المشكله بتاعت السادسه ديت ان الزوج لما ياكل لقمه يا ريت وهو بياكل ياكل زوجته معاه. طب لو ما كانش ليه في الحته ديت، معلش طبعا لازم يتعلم، بس لو ما كانش ليه في الحكايه ديت على الاقل وهو بياكل ياكل لقمتين ثلاثه ويبص لزوجته، ما بقاش يعني عينه ما شاء الله شغاله في الاطباق كلها وغاضت بصر عن زوجته ويقول لك اصل ربنا امرنا قال كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، يعني خد بالك لا مش مع زوجتك، فاقعد بص لزوجتك، بص لها بصه حلوه اللي هي بيسموها لغه العيون. لغة العيون زي ما كنت بتستعملها زمان في الحرام استعملها في الحلال، وخد بالك استعمل لغة العيون في الحلال مع زوجتك، النظرة إليها قربة تتقرب بها إلى الله، لأنك بتدخل عليها السعادة وبذلك تتحصل على حسنات. النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن إتيان رجل زوجته قال وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال أجل، أرأيت إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا بلى، قال كذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها اجر. فالشاهد في الموضوع على قد ما تقدر ان انت وانت بتاكل معاها بص لها كلمها، حاول بقدر الامكان ان انت تشكرها دائما. يا سلام يعني ما شاء الله، يعني اكلك ربنا يبارك فيك يجازيك عني كل خير، والله انا مش عارف ايه اقول لك ايه، بكل لقمه بقولها يكون لك صدقه يا حبيبتي. وبعد ما تاكل وتشرب وتيجوا تناموا لابد ان زوجتك ديت زوجتك حبيبتك مش حرام، خدها في حضنك طبطب عليها، شوفها زعلانه من ايه، متضايقه من ايه، ايه اللي مخليها حزينه، هي عايزه تعبر لك حتى عن حبها، تقول لك كلمتين او انت تقول لها كلمتين قبل ما تنام، هتنام وهي فرحانه وسعيده وده عيالك، وانت تنام وانت سعيد وفرحان لان هي كمان قدرت ان انت تدخل عليها الفرحه. طب تعالوا نشوف السبعه ماذا قالت. السبعه دي بقى جابت جوزها لمس اكتاف بلغه المصارعه يعني واخد بالك، قالت زوجي غايا ياء عيا ياء طبقاء كل داء له داء، اظن يعني دي ما خلتلوش. طب لما يجي يتفاهم مع زوجته بيعمل ايه؟ قالت شجكي او فلكي او جمع كل لك، هنترجم بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. بتقول ايه؟ بتقول زوجي غايا ياء، يعني الغياء من الغياء من الغي والضلال، يعني راجل ضلالي حياته كلها بعيد عن ربنا، بالبلدي ما يعرفش حاجه عن دينه، واخد بالك؟ غايا ياء عيا ياء ما بيعرفش يتكلم كلمتين حلوين، او بعضهم فسرها انه عيا ياء لا يستطيع ان ياتي زوجته في الحلال، واخد بالك؟ يبقى اذا الرجل يعني ربنا يعافيه ويعافيكم يا رب العالمين، انسان في الغي والضلال والفساد و وفوق ده كله لا بيعرف يتكلم كلمتين حلوين مع زوجته ولا بيستطيع ان ياتي زوجته في الحلال. طبقاء مقفل، حتى لو حصلت مشكله تبص تتفاهم معاه ما فيش، هو اللي في دماغه هو كده وان كان عاجبك، واخد بالك؟ يعني مقفل الدنيا على الاخر خالص وما بتفهمش ولا كلمه. طبقاء قالت ايه؟ كل داء له داء، يعني كل امراض الدنيا في الراجل ده ما فيهوش حاجه عدله ابدا، كل الامراض اللي في الدنيا والمشاكل والعيوب اللي في الدنيا موجوده في الراجل ده. طب لما يجي يتفاهم معاها بيعمل ايه؟ قالت لها ايه؟ شجكي، يعني ايه شجكي؟ مسك بلغه مصر بلغه الصعيد النبوت خشبه كبيره كده، شجكي راح ضاربها في دماغها شق دماغها نصين، تمام كده؟ طيب الاخت ياسمين معانا. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، اتفضلي. ازيك يا شيخ؟ أنا بحبك في الله. ربنا يحبك ويعزك ويسترك يا رب. بص حضرتك، أنا والدتي بتصلي وكل حاجة وبتصوم. نعم. بس عمالة تعمل في كوابيس كتيرة جدا ومش عارفة أعمل إيه. عندها كوابيس. كوابيس أو بتصلي. هقول لك يا أختي ياسمين، بص يا ستي ربنا يحفظك. وسؤال تاني. طيب اتفضلي.
عندي ست بس عايزه تعمل عمره، وفي ناس قالوا لها في عمره بالاستحلال، دي حلال ولا حرام؟ طيب حاضر هقول لك حالا. معلش حاجه تانية، انا اسفه. اتفضلي. حضرتك انا نفسي اتنقب بس اخويا مش راضي، اعمل ايه؟ حاضر. في حاجة رابعة؟ لا ربنا، عايز رقم تليفونك بقى المحمول. معلش. طب خديها من كنترول. طب وحضرتك هترد عليا يعني اكلمك؟ ان شاء الله. حاضر. وخلاص ماشي. عينيا. حاضر يا ست، ربنا يخليك. والاخت شادية من مصر، السلام عليكم. وعليكم. ازي حضرتك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا فخورة جدا اني بكلم حضرتك. مش مصدقة والله. ربنا يحفظك. والله انت حضرتك زي بابا، وفرحانة جدا اني بكلمك والله. ربنا يخليك. انا من ساعة ما سمعت حضرتك عن صلاة الفجر وفضائلها وانا بصلي الحمد لله انا وكل اقاربي، وكتبتها على الكمبيوتر ووزعتها لكل قرايبي. ما شاء الله ما شاء الله. وبرضه صليت قيام الليل الحمد لله، ما عنديش دمها خالص. والله كلمه كويسه. بس انا بدعي حضرتك لزوجي ان هو يصلي الفجر، يعني هو بيصلي لما بيصحى. ربنا يكرمه يا رب. نفسي بس تدعي له. الحمد لله انا عندي اولاد صغيرين، فان شاء الله يعني امنيه حياتي ان ما يكبروا باذن الله يكونوا حافظين القران وكويسين. ربنا يبارك لك فيهم. من بيتك ادعي لي، ادعي لزوجي عشان يعني ربنا يهديه. مش احسن من صلاه الفجر والكامل. حاضر. انا حاضر. ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يحفظك. طيب حاضر، خديه من كنترول ان شاء الله. انا حاضر. شكرا. السلام عليكم. ربنا يبارك عليكم الصلاه والسلام. يبقى اذا الزوجه ديت عشان بس يلحق نقول عشان الوقت خلاص يعني، يبقى قالت غي يا، يعني رجل عايش في غي وضلال، عيا يا لا ما بيعرفش ينطق كلمه عدله، طبقه مقفل على الاخر، لما بيعوز يتفاهم معاها شجكي يعني فتح لك دماغك بالنبوذ زي ما بيقولوا كده، او فلكي كسر لك عظمك او جمع كل لك، وهذا هو الاحوط. يعني ايه؟ يعني حياته كلها خبط ورقع وضرب. طيب الضرب ده يا جماعه عمره ما كان ابدا، ودي نختم بها الحلقه مهمه جدا، عمر ما كان الضرب للتعذيب، وانما الضرب فقط للاصلاح وليس للانتقام. والمولى عز وجل قال: واللاتي تخافون نشوزهن، نعمل ثلاث حاجات، فاعظوهن، خد بالك، واهجروهن في المضاجع واضربوهن. اذا اول حاجه الوعظ اخويا وحبيبي، بس الوعظ ده مش كلمه تقولها وخلاص، لا، طول في الوعظ على قد ما تقدر، ذكرها بالله، كلمها عن الجنه وعن النار، خليها تفتكر دايما ان في اخره وفي حساب وفي عقاب و والكلام ده كله، افضل كرر الموعظه مره واثنين وثلاثه وعشره ومية. ده ربنا لما تكلم عن حقه قال: وامر اهلك بالصلاه واصطبر، واصطبر عليها، مش واصبر، واصطبر عليها. ففي حقك انت من باب اولى بقى ان انت يعني ايه برضه واصطبر عليها. يبقى انت لما تيجي النهارده زوجتك ما بتعملش حاجه في البيت، ما بتنظفش البيت، ذكرها بالله، قول لها: يا اخت ربنا يبارك فيك، والاخره والجنه والنار، وانا في مظلمه، انت بيتي ده لازم يكون نظيف، ربنا يبارك فيك، لو جاني حد اتشرف ببيتي واتشرف بيك ان انت زوجه ما شاء الله. وهكذا. يبقى اول حاجه الوعظ، ثم بعد ذلك بعد فتره كبيره يا جماعه لو ما ينفعش الوعظ معاها خلاص يعني، وان شاء الله في الغالب بينفع الوعظ، تنتقل الى الهجر في المضجع. مش تروح تنام في المطبخ، لا، تنام في نفس السرير بس تديها ظهرك، وده اشد على المراه من ان انت تترك لها الغرفه. خد بالك حته مهمه جدا. واضرب واهجرهن في المضاجع واضربهن، دي اخر حاجه. في بقى رجال لا يصبروا ابدا على هجر النساء، وقل ان تجد رجلا يصبر على هجر امراته، ولذلك تلاقيه بينتقل من الوعظ للضرب ويسيب الهجر. واضح المعنى ده؟ ان هو ما بيقدرش يسيب زوجته، ما يقدرش ان هو ايه يبقى يبتعد عن زوجته، فبينتقل مباشره من الوعظ الى الضرب. طيب لما هتيجي تضرب بقى، الضرب ايه؟ الضرب بقى مش ضرب انتقام وتروح تلعب كونغ فو كاراتيه وتايكوندو مع زوجتك، دي امراه يعني، خد بالك، دي مخلوق ضعيف، وبعدين ما تكونش انت بقى بره يعني، ممكن تكون برضه خد بالك فتروح مخلص في زوجتك في المسكينه دي، لا يعني خد بالك دي امراه ما ينفعش ان انت ايه تضربها، لا الضرب يبقى عامل ازاي؟ الضرب بس بسواك، سواك صغنطت كده. وخد بالك من حاجه، المراه عاطفيه طيبه، يعني يكفيها النظره، والله العظيم يكفيها النظره او الكلمه، لكن لو ما كانتش جايبه النظره لا نتيجه ولا الكلمه، بسواك بس، ما تجيبش بقى سواك قد الشومه وتقول لي اقول لك ده سواك، تقول لي اه ده للضرب وليها فيه مقارب اخرى، لا خد بالك يعني ما يكونش للتعذيب يعني، فانت سواك صغير كده اوعى على كتفها، انما اوعى من حاجتين، اوعى الضرب في الوجه، لان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن ضرب الوجه، خد بالك. الحاجه الثانيه اوعى الضرب الانتقام، اوعى الضرب اللي يترك اثر، اللي يفتح دماغها ولا يفتح ايديها ولا يكسر لها عظمها، لا، واضربوهن، ان بقى كده كما عند مسلم، واضربوهن ضربا غير مبرح. الضرب ما يكونش ضرب انتقام،
واخد بالك؟ وزي ما قلنا هو التدرج يا جماعه الخير، الوعظ، وطول في الوعظ على قد ما تقدر، ثم الهجر في المضجع، فان ما جابش نتيجه يبقى اخر حاجه الضرب يعني، واخر علاج الكي زي ما بيقولوا يعني كده. فعشان كده اخويا وحبيبي لازم تاخد بالك، دي زوجتك حبيبتك، اوعى في يوم من الايام تقسى عليها، اوعى في يوم من الايام تظلمها، علشان انت لو ظلمتها فالنبي حجيجك يوم القيامه. وقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وقال صلى الله عليه وسلم: الله الله في النساء، يعني اتقوا الله في النساء. أخويا حبيبي جات لنا هدايا كتيرة جدا جدا للنبي صلى الله عليه وسلم الأسبوع الماضي، وأنا أملي في الله كبير لأن بحبكم في الله، وواثق أن أنتم إن شاء الله كلكم بتحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. أملي في الله كبير أن يجيني خلال الأسبوع ده SMS إن شاء الله كتيرة جدا إن شاء الله، علشان نشوف مين اللي هقدم هدايا للنبي عليه السلام، وهختار أفضل هدايا منهم وهذكرهم بأسمائهم إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. بنستأذن من حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم نرجع له إن شاء الله يوم الثلاث القادم، عشان نقضي بقية الليلة في بيت النبي. كنا مع ليلى في بيت النبي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.